بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والد المعتقل أحمد ربيع الفتاح الحفيز من قرية مطر طارس سنورس فيوم. أحمد اعتقل يوم 28/12/2013 بسجن دمو الفيوم. أحمد ربيع يعاني من شلل الأطفال منذ الصغر منذ ولادته، وعنده سنة ونص جاله شلل الأطفال، وفجأة بص لنا قالوا ده الحكم القضية بتاعته تحول الجنايات اوتوماتيك كده، يعني في أسرع من البرق، 45 في 45 في 45 فجأة قالوا ده القضية بتاعته تحول الجنايات. أحمد ديدا من صغره وعنده 3 سنين وهو بيعاني من شلل الأطفال، وعملنا له كذا عملية في معهد شلل الأطفال وقاسينا والله، وهو قاسى وعانى كتير، عملنا له كده كذا عملية لحد ما ربنا أكرمه ويعني قدر يقف على رجليه. كان بيمشي بجهاز، يعني كان يحط له جهاز كده في رجليه يمشي بفترة طويلة، ولحد ما دخل الابتدائي ودلوقتي يعني عملنا له أكتر من 13 عملية في معهد إمبابة في مصر. والله أحمد ديدي أنا رحت للنائب العام بتاع الفيوم، ورحت لمحمد عامل الاول، قدمت له طلب وبالاوراق رسميه بمستندات بشهاده اعاقه بكارنيه اعاقه يعني كل المستندات بتاع العمليات بتاعته الاصل والصوره، وعرضتهم كده ودخلت للنائب العام، ودخلت للنائب العام المحامي العام بتاع بني سويف، ورحت للمحامي العام بتاع مصر، يعني ما خلتش. هو في اليوم اللي هو اعتقل فيه يوم 28/12 ده هو كان رايح اصلا، ما روش اصلا لا في مظاهرات ولا روش في اي حاجه، هو كان بيجي يوم السبت ده، هو كان مقدم في جامعه مفتوحه، فكان بيروح يحضر يوم السبت ده بالذات، كان بيروح يحضر المحاضره بتاعته ويعمل علاج طبيعي. ففي اليوم اللي اعتقل فيه هو ماشي وكان راكب الدراجة بتاعته اللي هي مخصصة بالإعاقة بتاعه، كان راكبها، فهو ماشي فكانت فيه مظاهرة، هو ما كانش رايح المظاهرة ولا حاجة، فالناس مشيت طبعا جروا، وهو ما قلنا بقى يعني ده معاق ومش هيقعد في السجن كتير، وحاولنا نروح نجري ونعمل يعني الإجراءات بتاع إن احنا نقدر نخرجه، ما فيش فايدة. عامل إضراب من حوالي أسبوع أو 10 أيام، يعني ما طلبنا 10 أيام. من الزيارة الواحد صعب بيروح ما فيش هي 10 دقايق، يعني بس أنا ممكن تقول الظابط، تروح تقول الظابط لو سمحت أقعد مع بابا شوية ولا حاجة، يقول إحنا مش بتاع الكلام دي ده، أنت تقعد تصلي في البيت ولا حاجة، إحنا لا بنصلي ولا أي حاجة، يعني إحنا هنقعد نستأذن بتاع 10 مرات عشان يقعدنا 10 دقايق، ما فيش. بس من أول ما اعتقل كنت بقول لأن بابا في الشغل أو بابا هيبات يوم ويجي أو كده، فيوم مع يوم ما عرفت مع كلامه السريع قدامها عرفت. فأقرب حاجة امبارح كانت جاية من الحضانة باين عليها إن هي عيطة جامد، أنا ما رضيتش أتكلم معاها، فزيدة بيضحك معاها وكده راحت معيطة. لما طلعت فوق بقول لها بتعيط ليه يا بوسة؟ قالت لي ده في الفسحة صاحبتي بتقول لي بابا جاب لي ألوان وأنت لأ. كده الإدارة قالوا ده القضية بتاعته تحول الجنايات. فطبعا الموقف كان صعب بالنسبة لنا، وخصوصا يعني أنا أمه برضه ما تحملتش الموقف، كان موقف صعب خالص بالنسبة لي، وبعدين تحملت وصبرت، وأنا بقاس وبعاني وبعاني عندي الضغط، وكل شوية بص لأني الضغط يقل عليا وأتعب بسبب أحمد. أحمد ما كانش بيتحمل البرد أصلا وهو هنا في البيت، والله هو دلوقتي في السجن معرفش أعمل إيه وظروفه إيه، هو بيصبرنا وأنا بحمل بيصبر فيه. بس طبعا انا ام وانا حاساه، انا حاساه وحاسه ان هو تعبان، بس مش راضي يقول قدامي بيدار عليا. وبعدين لما خدت منتظر كل شويه ياجلوا الحكم بتاعه، ياجلوا لحد يطلع، كانت صدمه كبيره قوي انه ماله، خد 15 سنه
حرام حرام والله، 15 سنة شاب معاك زي دي، ده حطم حياته. من أم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في اللي ظلمك يا أحمد واللي عمل فيك ده كله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا والله أنا بتمالك نفسي بالعافية، وحاسة إن أجرالي حاجة بسبب أحمد دي ده والله. أنا حاسة أجرالي حاجة بسبب أحمد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كوني إن هو عمل اضراب من اسبوع، وطبعا هو تعبان اصلا، صحته تعبانه من الشلل اللي عنده، ونفسيته تعبانه من السجن المسجون، ويعمل اضراب يعني دي ده صحته هتروح خالص حرام. وقعد يظالم منه الاحكام الحاكمين، منه لله، ظالم ابني منه لله، وظلم ناس كتيره. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ان ما بصش القضيه بتاعه وعاد النظر فيها، منه لله، منه الاحكام الحاكمين.